شباب بخير، صحيح مزيان. سميت هذا الشارع هذا؟ إذا السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته، تحية لجميع المشاهدين والمتابعين الأوفياء اللي كيشاهدونا في هذا البث المباشر والحصري مباشرة من إقليم شفشاون. سابقة هذا أول مصنع لتحويل القنب الهندي للأغراض طبية وتجميلية بالمغرب. إذا مباشرة هذا أول مصنع لتحويل القنب الهندي لأغراض طبية وتجميلية بالمغرب. النواحي ديال الباب بالرياض بطبيعة الحال، أشغال جارية على قدم وساق. وأكيد أنه غادي يعطي إضافة للمنطقة بطبيعة الحال، بطبيعة الحال غادي يشتغلوا وغادي يخدموا الساكنة ديال المنطقة اللي يعطيهم الأولوية. بطبيعة الحال أن كاين تعاونية مشرفة على هاد الوحدة. وأكيد بطبيعة الحال أنهم غادي يخرجوا مواد ديال التجميل القنب الهندي. واستخلصوا منها بطبيعة الحال العديد من الصناعات الغذائية والصناعات الصناعية والمكملات الغذائية والتجميلية. أكيد بطبيعة الحال أن عندها مزايا عديدة مثبتة عالميا. سبق للتعاونية اللي مشرفة على هاد الوحدة أن خدات رخصة لتحويل القنب الهندي على الصعيد الوطني في شهر أكتوبر من السنة الماضية. مسلمة بطبيعة الحال من طرف الوكالة الوطنية للأنشطة المتعلقة بالقنب الهندي. وبطبيعة الحال أكيد أن تكون هناك تجارب فلاحية مع بعض فلاحي ديال إقليم شفشاون المنخرطين في تعاونيات فلاحية من أجل توفير مادة الخام بعد توفير البذور المخصصة لذلك والتي تتوفر على أقل من 1%. نسبة رباعية من هيدرو كامبينيول بالإضافة إلى توفرها على نسبة عالية من مادة كينابيونيل. الوحدة كتوقع بطبيعة الحال أو تقع بمنطقة باب برد وتعتبر أول وحدة على الصعيد الوطني قيد الإنجاز. الأشغال اللي زالت على قدم وساق من أجل إنشاء أول مصنع لتحويل القنب الهندي لأغراض طبية وتجميلية. وهذه هي المنطقة بطبيعة الحال اللي توجد بها المصنع أو الوحدة. أكيد أنها إضافة نوعية بطبيعة الحال واللي يستفيد منها أكيد ساكنة المنطقة.
إذن هذه أول مصنع لتحويل القنب الهندي لأغراض طبية وتجميلية بإقليم الشفشاون. قرب من جماعة باب الرد، الأشغال لا زالت على قدم وساق من أجل هذه الوحدة، وصادقة بطبيعة الحال أول وحدة لتحويل القنب الهندي لأغراض لا يستفد منهم بطبيعة الحال الإنسان. الشيء الجميل أن ساكنة المنطقة بطبيعة الحال غادي يخدموا، كاين فرص ديال الشغل أكيد في هذه الوحدة، لتكون أول وحدة مصنعة لتحويل القنب الهندي.